سي نبيل عثمان وهبي رئيس لجنه المنظمه للدوري بالير الدولي للكره الحديديه هذا الدوري اللي كنظموه في الدوره ديالو الخامسه اللي الحمد لله عمل عام تعرف صدى مزيان ما بين المشاركين المغاربه والاجانب والحمد لله هذا العام كان عدد المشاركين عندنا شي فوق 125 لاعب اللي من خيره لاعبي المغاربه وخيره لاعبي الاجانب والحمد لله هادشي كان تيدوز بظروف ظروف رياضيه كبيره. الحمد لله حنا الان دابا تلعبوا الثمن النهائي. ان شاء الله غدا باذن الله غيكون عندنا الدوري الربع النهائي. كومسا باش نعرفوا شكون اللاعبين ان شاء الله اللي وصلوا لنا النهائي. وهذا الدوري كنديروه باش نعرفوا اولا بالجهه اللي هي جهه درعات فيلات لانها جهه غنيه غنيه بزاف بالسياحه ديالها، غنيه بالطبيعه ديالها. وثانيا باش نعرفوا بالكره الحديديه. وان شاء الله تنتمناو ان ما تكونش اخر دوره يكونوا دورات قدام دورات جداد ان شاء الله زيدين بس ان شاء الله ان الله يزيد الصدى ديال هذا ديال هذا ديال الدوري الدولي